أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الاستوديو التحليلي الخاص باللقاء المرتقب الهام والحاسم الذي سيجمع منتخبنا الوطني الجزائري أمام نظيره البوركينابي هذا السبت ابتداء من الساعة 5 مساء برسم مباراة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل. سنتناول بالتحليل والنقاش مع ضيوفي لهذا العدد هذه المواجهة قبل أقل من 24 ساعة عن إجرائها. دعوني في البداية أرحب بضيوفي لهذا العدد، ويتعلق الأمر بكل من السيد مصطفى بسكريم مدرب ومحلل رياضي. سيد بسكريم مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سيد بسكريم، كما نتشرف باستضافة زميل صحفي بيومية الخبر، زميل صحفي رفيق وحيد. مساء الخير رفيق. مساء الخير ياسين، متشرف بحضوري دائما في قناة النهار. شكرا جزيلا رفيق وحيد، كما نتشرف باستضافة الزميل الصحفي اللي يلبي الدعوة دائما كل ما نتصلوا به، زميل صحفي مؤمن ايت قاسي، صحفي بيومية لوبيتور الناطقة باللغة الفرنسية. مساء الخير ياسين، مساء الخير إلى كل مشاهدي قناة النهار. شكرا مؤمن ايت قاسي، إلى جانب زميل بجريدة النهار الصحفي حمزة حلاس. مساء الخير حمزة. مساء الخير ياسين، مساء الخير. مشاهدينا الكرام، كما جاء في المقدمة، المنتخب الوطني على موعد مع امتحان حقيقي وهو مواجهة المنتخب البوركينابي برسم مباراة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل. أكثر تفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد قريشي. ساعات قليلة تفصلنا عن الموعد المنتظر وأهم مباراة للمنتخب الوطني الجزائري لهذا العام، الذي سيواجه نظيره البوركينابي في الفصلي الأول من معركة التأهل إلى مونديال البرازيل العام المقبل. ملعب الرابع أوت بالعاصمة واغادوغو، أين سيسعى محاربو الصحراء إلى تسيير اللقاء دقيقة بدقيقة للعودة بأخفي الأضرار ولملا الانتصار، ما يضمن لعب مباراة العودة بالبوليدا بأريحية كبيرة في اختبار هو الأصعب في الملاعبية الإفريقية منذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم الخاصة بالقارة السمراء، والتي نال عليها رفاقاء في غولي العلامة الكاملة بتصدرهم المجموعة الثامنة بخمس انتصارات وهزيمة واحدة مكنتهم من حصد 15 نقطة كاملة. ورغم تفاؤل الشارع البوركينابي والتشكيلة المحلية بحسم نتيجة المباراة لصالحهم، إلى أن المنتخب الجزائري بتعداده المتكامل وابتعاد لعنتي الإصابات عن لاعبيه يبدو في الرواق الأحسن والأقرب من منافسه المنتشي بوصوله إلى نهائي الكان في نسخته الماضية لاقتطاع تأشيرة البرازيل أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن لقاء العودة سيلعب في الجزائر على ملعب كان شاهدا على ذكريات الطريق إلى مونديال 2010 قبل لقاء السد ضد المنتخب المصري، أين فاز رجال شيخ المدربين رابح سعدان على الفراعنة بنتيجة هدف لصفر تنتهي ملحمة التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا بملعب أم درمان، أين رسم عنتر يحيى صاحب الهدف الوحيد في المباراة تأهل الخضر إلى أول مونديال يجرى بالقارة السمراء. ورغم خروج الأفناك في الدوري الأول من مونديال جنوب إفريقيا، إلى أنها كانت مشاركة مشرفة، خاصة ما فعله رفقاء زياني أمام أحد أعرق المنتخبات وأكبرها، أين عجز فريق الأسود الثلاث عن الإطاحة بمنتخبنا الذي أدى مباراة كبيرة شرف بها الكرة العربية والإفريقية. فبعد أربع سنوات وفي ظروف أكثر هدوءاً وبعيداً عن الحربية الإعلامية التي سبقت لقاء السد بين الجزائر ومصر وما تبعها من تداعيات غريبة عن الروحية الرياضية كانت لأشبهي الإعلاميين يداً طويلة فيها وألسنة متوحشة، هدفها الوحيد تحقيق نسبة مشاهدة عالية ولو على حساب تاريخ مشترك وأخوة جمعت بلدين شقيقين على مر التاريخ. الجزائريون اليوم يأملون في رؤية الراية الوطنية تجوب مختلف شوارع البرازيلية والتأهل لمسابقة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الكرة الجزائرية. معك سيد مصطفى بسكري، كما جاء في التقرير وكما جاء في المقدمة، المنتخب الوطني على موعد مع مباراة هامة أمام منتخب بوركينابي بملعب 4 أوت بواغادوغو. كيف يشوف مصطفى بسكري المدرب والتقني
حظوظ المنتخب الوطني خلال هذا اللقاء؟ الحظوظ قائمه، لان باش تلحق الدرجه هذه والمستوى باش تلعب مقابله فاصله امام فريق نفس الشيء عنده الامكانيات اللازمه باش يعني يدير لك صعوبات في مقابله مثل هذه. نظن الحظوظ كما قلت قائمه، الا ان فيه تفاصيل من الناحيه التقنيه اللي ربما من بعد يعني نتكلموا عليها، اللي كل فريق عنده نقاط القوه والضعف نتاعو والنقائص، وهذه والمقابله راح تتلعب في هذه الامور تاع القوه والضعف تاع كل فريق. نظن يعني المدربين دارين وعارفين الخطه، كل مدرب حسب الخطه اللي راح يديرها يوم المقابله. نظن النقاط هذو ما راهم مكشوفين، يعني كل فريق راهو مثل كتاب محلول امام المدربين الاثنين. اليوم كيفاش راح يكون فيه التوظيف تاع اللاعبين والفورمه الحاليه تاع اللاعبين هذو، كيفاش راح يستغلهم كل مدرب. رفيق واحد، المنتخب الوطني على بعد 180 دقيقه من التاهل المره الثانيه على التوالي للمونديال، والخطا راح يكون اكيد ممنوع للنخبه الوطنيه على اعتبار انهم وصلوا للمحطه النهائيه. رفيق وحيد، كيف في نفس السياق كيف راك تشوف هذه المواجهه بالنسبه للمنتخب الوطني؟ نشوفوا انه هناك البعض يفرط في التفاؤل كاننا راح نواجه منتخب مغمور، في حين ان هذا المنتخب هو منتخب وصل في اخر طبعه لنهائي كاس امم افريقيا، والبعض الاخر او متخوف اكثر من اللازم. رفيق وحيد الاعلامي المتابع جيدا للمنتخب الوطني، كيف راهو يشوف يعني المنتخب الوطني في هذا اللقاء؟ اول ياسين، على هذا الصعيد من المنافسه تسقط كل الحسابات، ما كاش فريق كبير وفريق صغير. يعني الفريق المنتخب اللي يوصل للدور الفاصل اكيد انه عنده امكانيات اللي حتى يبلغ المونديال. اليوم احنا حطينا نفسنا تحت ضغط كبير، والمدرب كوربيس سبق له صرح في هذا السياق وقال خليكم بعيد عن الضغط، وشوفوا المعطيات اللي عندكم حتى ما تخسروش الاوراق الرابحه. اكيد المنتخب البوركينابي منتخب قوي، على الاقل انه هو صاحب منشط الدور النهائي لكاس في اخر طبعا وصل للدور الفاصل وربح عده مباريات خارج قواعده، اكيد انه منافس محترم. لكن اليوم احنا عندنا افضليه، هناك المباراه الذهاب هذه اللي تلعب في واغادوغو ربما حتاثر على اللاعبين من جانب المناخ، هذا هو المنافس تاعنا ربما الاول، المناخ، الرطوبه العاليه، الحراره الشديده. لكن عدا ذلك عندنا عده اوراق رابحه، كان عندنا لاعبين ربما ناقص المنافسه، حتى المنتخب البوركينابي عندهم لاعبين ناقص المنافسه، عندنا لاعبين يلعبوا في ربما اكبر الانديه في اوروبا مثل بعض اللاعبين البوركينابيين. اليوم نشوف انه الافضليه عندنا سيدي ماتش روتور في الجزائر، هذا مكسب معنوي قبل ما نلعبوا الماتش هذا. احنا قبل سحب القرعه كنا حابين نلعبوا الماتش روتور اون الجيري، بصح اليوم نتعاملوا مع لقاء الذهاب. اليوم لو نقدر نسجل هدف في واغادوغو راح يكون عنده وزنه من ذهب، بلا يعني نسجل هدف ما نخسروش افيك ان كاطا بيان سور ان بيت بارتو دو بيتا اللي يعطينا افضليه على الاقل من الجانب المعنوي. الافضليه رفيق واحد، يجب كذلك أن المنتخب الوطني ما ينهزمش بنتيجه ثقيله لا قدر الله في لقاء الذهب. ياسين واش نقول لك، انا نسجل هدف.